الرئيس السيسي يوجه الحكومة بتسعير سعر رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه. وزارة الداخلية تطلق المرحلة الثانية والعشرين لمبادرة كلنا واحد بتخفيضات 60% بمناسبة شهر رمضان المبارك. الدفاعات الروسية تعلن سيطرة قواتها على كامل أراضي مقاطعة خرسون في أوكرانيا واستئناف المفاوضات بين البلدين اليوم. بانوراما الرابعة من النيل للأخبار، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه وقيام مباحث التموين بالتأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة. كما شدد الرئيس السيسي خلال اجتماع وزاري على سرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة توفير الأرصدة الاستراتيجية من كافة السلع الغذائية الأساسية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم. وقد عرض السيد وزير التموين في هذا الإطار موقف المخزون الاستراتيجي لكافة السلع الغذائية الأساسية للدولة، مؤكدا توافرها بالكميات المناسبة للمواطنين. وقد وجه السيد الرئيس بالعمل على تنويع مصادر توفير تلك السلع مع السعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر. كما اطلع السيد الرئيس على جهود الحكومة خلال الفترة الماضية لضبط ومراقبة الأسعار. وفي هذا الإطار وجه السيد الرئيس بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وكذلك تسعيره على أن تقوم وزارة التموين بتوفير الدقيق اللازم للمخابز لضبط السعر مع قيام مباحث ومفتش التموين بالتأكد من التنفيذ. كما وجه السيد الرئيس بسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي والإعلان عنه في أقرب وقت ممكن. وأضاف المتحدث الرسمي أنه في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، فقد وجه السيد الرئيس بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية خاصة القوات المسلحة ووزارة التموين وصندوق تحيا مصر لتوفير السلع الغذائية منخفضة الأسعار وكذلك توزيع كراتين رمضان للمواد التموينية. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا دكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي. وعفوا مشاهدينا، ربما نعود للتواصل بهذا الشأن مرة أخرى، والآن نستكمل أخبارنا في هذه البانوراما. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلقت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد لمدة 30 يوما لتوفير كافة مستلزمات الأسرة من سلع غذائية وغير غذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية. تمهيدا لإطلاق وزارة الداخلية المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، عقدت الوزارة اجتماعات مع كبار التجار والموردين وأصحاب السلاسل التجارية للاتفاق على طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية وغير الغذائية في إطار المبادرة بأسعار مخفضة. كلنا جايين نساهم في مبادرة كلنا واحد، كلنا لازم نقف جنب شعبنا. جميع السلع الغذائية من سكر ودقيق ورز ومكرونة وما يشمله من استراتيجي بتحتاجه الأسرة المصرية في شهر رمضان المبارك هيكون متوفر إن شاء الله بإذن الله في سلاسلنا. ودايما بنقدم أكبر خصومات موجودة خلال المبادرة وخاصة في السلع الاستراتيجية. الأسعار دايما بتبقى شبيهة بسعر التكلفة
دون أي مكسب. خصومات بتوصل 30% للمستهلك النهائي في الرز والسكر والفول والعدس والبقوليات والحمص. احنا بيشرفنا اللي احنا نخش المبادرة مش عشان مجرد احنا موجودين قبل رمضان او كمان جنب عيد ام، لا، احنا عشان نخفف العبء شوية على المواطن. فهنخش في عروض تاني بعد اللي عملناها في يناير، هنخش تاني نكملها ونزود العروض شوية عشان نوصل لبعض العروض قريبة جدا من التكلفة المباشرة للمواطن في كل منتجات الأجهزة الكهربائية بشكل عام. كميات كبيرة من السلع الغذائية ذات الجودة العالية قامت الشركات التجارية والكيانات الصناعية المشاركة في المبادرة بتجهيزها لتلبية احتياجات المواطنين في إطار المبادرة التي تنطلق فعالياتها في 15 من الشهر الجاري بأسعار مخفضة تصل نسبتها إلى 60% على مستوى كافة المحافظات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وتستمر على مدار شهر، وتأتي أهميتها للمواطنين في ظل متغيرات دولية ومحلية تحتاج إلى تكاتف الجهود للتخفيف عن كاهل المواطنين. أنا اللي دايماً ببقى واقف ليكي سد، ما بسيبش فرصة لأي حد يمس حبة من ترابك. أنا اللي عمري ما يوم ضعفت عزمتي صخر. احنا مشاركتنا النهاردة دي مشاركة تعني ان ده واجب على كل مصري موجود في البلد في ظل الظروف اللي البلد عايشة فيها دلوقتي والعالم كله عايش فيها، فده واجب على جميع المصريين. والمشاركة دي مشاركة بسيطة، تعتبر مشاركة بسيطة، وبدعو جميع الناس ان هم يحاولوا يشاركوا ويحاولوا ايدهم في ايد الحكومة، لان الحكومة مش هتقدر تعمل الحاجة لوحدها. ما كانش القطاع الخاص والقطاع التجاري والقطاع الاستثماري يساعد مع الحكومة، ما هي البلد ايه غير انا وحضرتك وغيري وغيري وغيري. تسعمائة وثلاثة وتسعون فرعاً لكبرى السلاسل التجارية مشاركة في المبادرة قامت بإنهاء تجهيزاتها لاستقبال المواطنين، وتم وضع الأسعار الجديدة على المنتجات التي توافرت بكميات كبيرة، إضافة إلى وجود شوادر وسرادقات ومنافس بكافة المحافظات موضحة جميعها على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت ليسهل على المواطنين الوصول إليها والاستفادة من فارق الأسعار. كما جهزت الوزارة قوافل من السيارات المحملة بالسلع لتوجيهها إلى المناطق الأكثر احتياجاً. دي المرة الـ 22 لينا مشاركين من خلال الـ 100 فرع بتوعنا على مستوى محافظات الجمهورية مصر العربية. المنتجات كلها الاستراتيجية موجودة وبوفرة وبنفس السعر القديم، ما فيش أي تغيير في الأسعار، والبضاعة موجودة وتكفينا لشهور قدام كمان. يعني انطلاق المبادرة جاء تأكيدا على الثوابت الوطنية التي تحرص وزارة الداخلية على تفعيلها، وإيمانا منها بدورها الاجتماعي في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بتلبية احتياجاتهم من السلع الغذائية وغير الغذائية بتخفيضات كبيرة، وهو ما تحرص عليه المبادرة التي تشارك فيها كافة قطاعات وزارة الداخلية. مشاركة واسعة من الكيانات الصناعية الكبرى والسلاسل التجارية بمنتجاتها ذات الجودة العالية في مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، والتي أطلقت وزارة الداخلية مرحلتها 22 بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وتهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للمواطنين. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. ومشاهدينا ننتقل معكم الآن على الهواء مباشرة لمتابعة مؤتمر صحفي لأمين عام حلف الناتو يانس ستولتنبرغ حول الأزمة الروسية الأوكرانية. إن كانت ناتو رأت أي أدلة على أن الصين بسدد توفير لروسيا أي شكل من أشكال المساعدة سواء عسكرية أو أكل لقواتها أو أي شيء آخر. ثانيا، فيما يتعلق بالوضع الذي رأيناه هذا الأسبوع مع استهداف روسيا لبعض القواعد العسكرية قريبا من الحدود من بلدان الناتو، هل هذا خط أحمر؟ وما هي النتائج المحتملة لما قد يحدث إذا كان هجوم كان يجب على الناتو؟ مسؤولية الناتو الأساسية، مسؤوليتنا الأساسية هي حماية والدفاع عن كل حلفاء الناتو، حوالي مليار نسمة في 30 دولة مختلفة، وأيضا التأكد من أننا نفعل ذلك
في موقف أمني أكثر خطورة الآن في أوروبا نتيجة لغزو روسيا لأوكرانيا. لقد قمنا بزيادة تواجدنا في الجزء الشرقي من التحالف وننشر المزيد من القوات والإمكانيات. إذن أي هجوم على عضو سيكون هناك رد من جميع الدول. وعندما نرى قتالا بالقرب من حدود الناتو هناك دائما مخاطر حدوث حوادث فورية، وإذا حدثت مثل هذه الحوادث يجب أن نتأكد أنها لا تخرج عن السيطرة وألا يصبح الموقف خطيرا. نحن نراقب وفي المجال الجوي ومناطق الحدود حول دول الناتو، والقادة العسكريون أيضا يتواصلون مع القادة الروس لمنع حدوث أي أحداث. وبالنسبة للصين، الصين يجب أن تلتحق بباقي العالم في إدانة هذا الغزو الوحشي لأوكرانيا من جانب روسيا، وأي دعم عسكري لروسيا يساعد روسيا في القيام بهذه الحرب الوحشية ضد دولة مستقلة ذات سيادة أوكرانيا، ومساعدة روسيا على الاستمرار في شن الحرب التي تسبب الموت والمعاناة ومقدار كبير من الدمار. إذن الصين عليها التزام أن تدعم وأن تحافظ على القانون الدولي، والغزو الروسي لأوكرانيا هو انتهاك صارخ للقانون الدولي، وندعو الصين إلى إدانة هذا الغزو وألا تدعم روسيا، ونحن نراقب عن كثب أي إشارة على دعم الصين لروسيا. سنذهب وكالة الأنباء الأوكرانية. سيادة الأمين العام، الناتو لها قصة جيدة لمساعدة بعض البلدان لتفادي سفك الدماء كما حدث في سراييفو وكوسوفو. ما هو العتبة الدنيا لما يمكن أن تقوم به الناتو في وجه هذا القتل والوحشية التي تقوم بها روسيا لكي تتدخل؟ ثانيا، لو تستمع إلى ما يقوله الروس فإنهم لن يتوقفوا عند أوكرانيا. السؤال إذن، ألم يحن الوقت لناتو للتدخل لهزم بوتين ومكانته العسكرية ووقفه عند أوكرانيا قبل أن تسقط قنابله على العواصم الأوروبية؟ ناتو دعموا أوكرانيا لسنوات عديدة، خاصة منذ غزو روسيا لأوكرانيا للمرة الأولى في 2014، وحلفاء الناتو مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا ساعدوا على تدريب عشرات الآلاف من القوات الأوكرانية وقوات خاصة وجميع أنواع القوات، وهم الآن يقاتلون ببسالة ويقاومون الجيش الروسي الغازي. هذا الدعم على امتداد سنوات طويلة أثبت أنه مهم جدا، مهم في تقوية القوات المسلحة الأوكرانية والتي أصبحت أكبر حجما وأسرع وأفضل تدريبا مما كانت عليه في 2014، وأنا سعيد أن حلفاء الناتو ساعدوا في تحقيق ذلك بالتدريب وبالمعدات. ثم بالطبع هناك الشجاعة، شجاعة القوات المسلحة الأوكرانية والشعب الأوكراني والقيادة السياسية الأوكرانية، والتي مكنتهم من القتال وعرقلة تقدم الغزو الذي تقوم به روسيا بمسؤولية من الرئيس بوتين.
الرئيس بوتين مسؤول عن هذه الحرب ويستطيع أن ينهيها الآن وأن يسحب قواته الآن وأن ينخرط بنية صادقة في جهد دبلوماسي أو سياسي للعثور على حل دبلوماسي. أوكرانيا هي شريك ذو قيمة عالية، دعمناها ونستمر في دعمها بمعدات عسكرية جزئيا وجزئيا مساعدات مالية، وأيضا من خلال فرض العقوبات والتي ترغم والتي تلحق أذى بالغ بالاقتصاد الروسي. مسؤولية التحالف هي الدفاع عن كل الأعضاء، ونعمل على ذلك ونقوم بزيادة تواجدنا في الجزء الشرقي من التحالف. اليوم روسيا والرئيس بوتين هما مسؤولتان أو مسؤولان عن هذا الغزو وهذه الحرب التي ليس لها أي معنى. سؤال من بوليتيكو، شكرا. لماذا الولايات المتحدة وناتو يقولان أن المقاتلات لن تكون ذات أهمية بالنسبة للأوكرانيين في حين الأوكرانيين يصرون على أنها مهمة بالنسبة لهم؟ حلفاء الناتو يقدمون أنواع مختلفة من المعدات بما فيها أنظمة دفاع جوي متقدمة ساعدت بالفعل الأوكرانيين على إسقاط الطائرات الروسية والصواريخ الروسية، والحلفاء مستمرون في توفير الدعم عندما يتعلق الأمر بأنظمة دفاع جوي أخرى مختلفة. لن أتطرق إلى التفاصيل بشأن كل نوع من الدعم وكيف وأين، لأن هذا سيجعل من الصعب الاستمرار في توفير هذا الدعم، ونحن حلفاء الناتو نصعد دعمنا وتقديمنا لأنظمة الدفاع الجوي. شكرا دان مايكل من وول ستريت جورنال. سؤال متابعة حول سؤال طرح سابقا، يبدو أن هناك بعض الانتهاكات للمجال الجوي البولندي وجزء من ناتو. ماذا تقررون أن إذا كان مثل هذا الحدث حدث عدواني يتطلب ردة فعل من الناتو؟ لقد تحدثت في السابق عن التصعيد، كيف تتأكد من أن شيئا من هذا القبيل يقع التعامل معه بشكل مناسب بدون أن يخرج عن السيطرة؟ لا أستطيع أن أؤكد الأحداث التي ذكرتها أنت، ولكن أؤكد أننا صعدنا من يقظتنا ومن تواجدنا ومراقبتنا للمجال الجوي بما في ذلك عن طريق نشر أنظمة صواريخ باتريوت، وأيضا من خلال طائرات الإيواكس للمراقبة الجوية، وهناك دوريات جوية أيضا، وقمنا بزيادة القدرات على المراقبة والمتابعة، وأيضا التأكد من أن بإمكاننا أن نرد ونستجيب بسرعة عند الحاجة. أنظمة الدفاع الصاروخية المندمجة للناتو كان هناك حدث في المجال الجوي الروماني لرومانيا، والمقاتلات الرومانية قامت أو أقلعت، ونتيجة لهذا الحادث طائرة مسيرة تحطمت في كرواتيا خارج زغرب. هذا لم يكن هجوما مسلحا أو طائرة مسيرة مسلحة، ولكن هذا يوضح الأنشطة الجوية في الجو. هناك دائما مخاطر حدوث مواجهة، علينا أن نرد عند الحاجة أو أن نستجيب، والتأكد
أن خطوط الاتصال مع روسيا مفتوحة لمنع أي حدث من أن يولد موقفا خطيرا. لهذا السبب نحن نزيد من تواجدنا ومراقبتنا للمجال الجوي. سؤال من بلومبرغ. شكرا. أود أن أطرح السؤال المتابعة حول ما قلته في بداية حديثك فيما يتعلق بعملية الراية الزائفة وإمكانية استعمال روسيا لأسلحة كيميائية. كيف سيكون رد فعل ناتو لمثل هذا السيناريو؟ هل تعتبرون هذا خطا أحمر؟ أي استعمال للأسلحة الكيماوية تشكل انتهاكا للقانون الدولي، وهناك معاهدات تحظر استخدام الأسلحة الكيماوية، وروسيا وقعت على هذه الاتفاقية. وندعو روسيا ألا تستخدم الأسلحة الكيماوية وأن تسحب كل قواتها وأن توقف القتال، وخاصة ألا تستعمل أسلحة كيماوية. روسيا استعملت مواد كيماوية من قبل للهجوم على وفي الواقع قتل خصوم سياسيين، ورأينا أن روسيا دعمت نظام الأسد في سوريا وساعدت على تسهيل استعمال الأسلحة الكيماوية عدة مرات في سوريا. وأي استخدام للأسلحة الكيماوية غير مقبول على الإطلاق، وبالتالي مهم جدا أيضا أن تفهم أن هذا غير مقبول إذا فكرت في استخدام الأسلحة الكيماوية. ونحن يقظون بشأن إمكانية أن يقوموا بتزييف أو اختلاق عملية فيها أسلحة كيماوية. شكرا جزيلا. سؤال متابع على سؤال ناتالي. إذن مشاهدينا، تابعنا جزءا أو جانبا من المؤتمر الصحفي لأمين عام حلف الناتو يانس ستولتنبرغ حول الأزمة الروسية الأوكرانية، وأكد فيه أن هناك ردا على بعض الأسئلة بأن هناك استهداف روسي لبعض قواعد عسكرية قريبة من حدود بلدان الناتو. أكد فيه ستولتنبرغ على أن مسؤولية الناتو هي الدفاع عن كل حلفاء الناتو ما يقدر بمليار نسمة، وقال بالفعل أن الناتو عامل على زيادة الوجود في الجزء الشرقي من التحالف، وأي هجوم على دولة عضو سيكون هناك رد. وأكد أيضا أن هناك تواصل مع القادة الروس لمنع تطور حدوث أحداث مثل هذه. وعن سؤال حول الصين أيضا أجاب بأن الصين عليها أن تنضم إلى هذه الإدانة لما يحدث في أوكرانيا، وأن عليها أن تلتزم وتدعم كل ما يحافظ على القانون الدولي، وأن العملية الروسية العسكرية ضد أوكرانيا هي انتهاك لهذا القانون الدولي. وأجاب أيضا حول سؤال عن دعم الدول المشاركة في الناتو لأوكرانيا بأن هذه الدول حلفاء الناتو دعمت بالفعل أوكرانيا منذ 2014 ودربت قوتها، وأن هذا مستمر ويظهر حتى الآن في شجاعة القوات المسلحة الأوكرانية، وهو ما أثنى عليه، وأن الرد على العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا يتوفر من خلال شجاعة القوات الأوكرانية وأيضا القيادة والشعب الأوكراني، وأن مستوى التدريب الذي ارتفع بدعم من الناتو عرقل من زيادة حدة هذه العملية العسكرية ضد أوكرانيا. وأكد أيضا على أن حلفاء الناتو قدموا أسلحة وأنظمة دفاع جوي لمواجهة العملية الروسية ضد أوكرانيا، وأن الدعم مستمر لأوكرانيا في مواجهة هذه العملية، وأن هناك دعم بالفعل دائما من الناتو وحلفاء الناتو لأوكرانيا.
سؤال أخير عن إمكانية استعمال روسيا لأسلحة كيميائية، فأكد أن استعمال الأسلحة الكيميائية هو انتهاك للقانون الدولي والاتفاقيات التي بالفعل روسيا هي أحد الموقعين على هذه الاتفاقيات التي تحظر استخدام أسلحة كيميائية. إذن مشاهدينا مستمرين معكم في بانوراما النيل وأخبارنا متواصلة في هذه الساعة الإخبارية الشاملة. بحث وزير الخارجية سامح شكري مع وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين عددا من موضوعات التعاون الثنائي بين مصر وماليزيا وسبل دفع العلاقات الثنائية قدما نحو آفاق أرحب، وذلك في إطار مواصلة العمل على تطوير كافة أوجه العلاقات بين البلدين. ويأتي اللقاء في إطار الزيارة التي يقوم بها حاليا وزير الخارجية سامح شكري إلى ماليزيا ضمن جولته الأسيوية. كما أجرى وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الماليزي سيف الدين بن عبد الله مباحثات رسمية تناولت موضوعات التعاون الثنائي في إطار العلاقات المتميزة بين مصر وماليزيا. كما تم تبادل الرؤى حول عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وعقب المباحثات عقد وزير الخارجية سامح شكري مؤتمرا صحفيا مع نظيره الماليزي سيف الدين بن عبد الله لعرض أهم ما تناولته المباحثات. بحث وزير الخارجية سامح شكري أيضا بصفته الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27. بحث في كوالالمبور مع وزير البيئة والمياه الماليزي توان إبراهيم توان أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة 27 للمؤتمر. وتناول اللقاء سبل تعزيز التنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة وصولا إلى المؤتمر، خاصة في القضايا ذات الأولوية للبلدين وفي مقدمتها التكيف مع تغير المناخ وتداعياته السلبية وتوفير تمويل المناخ للدول النامية، فضلا عن جهود خفض الانبعاثات بجانب تعزيز الدول إسهاماتها المحددة وطنيا وفق اتفاق باريس. أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بجهود الأسكوا وحرصها على تعزيز التعاون مع جامعة الدول العربية. جاء ذلك خلال مشاركة أبو الغيط في افتتاح أعمال الدورة الثامنة للمنتدى العربي للتنمية المستدامة والذي تنظمه الأسكوا بمقرها في بيروت بالتعاون مع جامعة الدول العربية وعدد من الشركاء. وأشار أبو الغيط إلى تبعات الأزمة الصحية التي ألقت أعباء إضافية على عاتق الدول العربية وتسببت في فقدان العديد من المكاسب التي حققت قبل الجائحة. أكد المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبانديا أن العملية العسكرية في أوكرانيا لن تتوقف إلا بعدما تصل إلى أهدافها. وطالب المندوب الروسي خلال مؤتمر صحفي بضمانات بألا تشكل أوكرانيا أي تهديد لأمن روسيا، موضحا أن القوات الأوكرانية تقصف لوغانسك ودونتسك دون إدانة دولية. أضاف أن موسكو ستقدم مشروع قرار إلى مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يتم إجراء التفاوض على وقف إطلاق النار وسيتحقق عندما تتحقق شروط روسيا. أكد أمين عام حلف الناتو يانس ستولتنبرغ أن الحلف سيواصل دعم أوكرانيا عسكريا وسيتم نشر المزيد من قواته في شرق أوروبا. وأضاف ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي أن الوضع الأمني في أوروبا الآن أكثر خطورة بسبب تصعيد روسي، موضحا أن مسؤولية الناتو الأساسية هي الحفاظ على أمن أعضائه. كما أشار ستولتنبرغ إلى أنه يتم التنسيق مع القيادة العسكرية الروسية لمنع وقوع أي تصادم، مؤكدا أن قوات الحلف متأهبة على جبهات عدة وأن العملية العسكرية في أوكرانيا تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الجيش الروسي فرضت سيطرتها على كامل أراضي مقاطعة خرسون جنوب أوكرانيا. في تقدم للعملية العسكرية في أوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الجيش الروسي فرضت سيطرتها على كامل أراضي مقاطعة خيرسون جنوب أوكرانيا.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوفا أن العسكريين الروس أسقطوا طائرتين أوكرانيتين ومروحية و13 طائرة مسيرة، فيما دمرت القوات الجوية الروسية 136 منشأة عسكرية أوكرانية. في المطار العسكري بالقرب من كراماتورسك تم تدمير 3 مدرجات، وتم تدمير 4 طائرات هجومية أوكرانية من طراز SU-25، وطائرة هليكوبتر من طراز MI-24، و5 طائرات هليكوبتر من طراز MI-8. أوضح المتحدث أن القوات الروسية استولت على نقطة محصنة للقوميين شمال العاصمة الأوكرانية كييف، حيث تم العثور على 10 أنظمة صواريخ جافلين المضادة للدبابات وغيرها من الأسلحة غربية الصنع، وأن أنظمة جافلين وغيرها من الأسلحة الأجنبية المغتنمة يجرى تسليمها إلى قوات جمهوريتي دونتسك ولوغانسك الشعبيتين. وأفاد كوناشينكوفا بأنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا قامت القوات الروسية بتدمير نحو 156 طائرة مسيرة و1306 دبابات ومركبات قتالية مصفحة أخرى و127 راجمة صواريخ و471 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، إضافة إلى 1054 قطعة من المركبات العسكرية الخاصة. كذلك أطلقت القوات الروسية صواريخ على المطار المدني الرئيسي في منطقة دنيبرو في شرق أوكرانيا، مما أدى إلى تدمير المدرج وإلحاق أضرار بمبنى الركاب. تزامنا استهدفت سلسلة من الغارات الجوية حيا سكنيا في العاصمة الأوكرانية، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل وانطلاق جهود إنقاذ محمومة في مبنى سكني مؤلف من 15 طابقا في كييف. وقال الجيش الأوكراني في بيان إن الضربات كانت قصفا مدفعيا استهدف منطقة سفياتو تشينسكي بغرب كييف المتاخمة لضاحية أوربين التي شهدت بعض أسوأ المعارك في الحرب. وفيما يتعلق بالمفاوضات، أعلن المفاوض الأوكراني ميخائيل بودولياك استئناف المفاوضات الروسية الأوكرانية حول وقف إطلاق النار وسحب القوات الروسية من أوكرانيا، لافتا إلى تجدد المشاورات حول برنامج التفاوض الرئيسي. تأتي المفاوضات وسط أجواء أكثر إيجابية من السابق رغم توسع النزاع في الأيام الأخيرة في مسعى لاحتوائه. جولة رابعة من المفاوضات الروسية الأوكرانية الهادفة إلى إنهاء الحرب باتفاق عادل استعرض خلالها الطرفان مواقفهما المحددة. جاءت المفاوضات لتعطي بارقة أمل بعدما فشلت الجولات الثلاث الأولى من المحادثات التي عقدت في بيلاروسيا، ثم اللقاء بين وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأوكراني ديمترو كوليبا الخميس الماضي. رئيس الوفد الأوكراني وصف المفاوضات بأنها صعبة بسبب اختلاف النظم السياسية بشدة، لكنها ركزت على التوصل لوقف لإطلاق النار وسحب القوات الروسية، مشيرا إلى أن روسيا بدأت في التحدث بشكل بناء وتوقع بعض النتائج الإيجابية من المحادثات خلال أيام. من جانبه أكد مندوب روسيا في المحادثات أن هناك تقدما جوهريا، معتبرا أنه بات من الممكن الوصول إلى موقف مشترك بين الوفدين قريبا، مشيرا إلى أن التقدم في المحادثات مع أوكرانيا مرهون بما ستقدمه من تسويات على حد قوله. كانت عدة جولات من المفاوضات بين موسكو وكييف خلال الأيام الماضية أخفقت في حلحلة الأزمة وإنهاء الحرب التي انعكست تداعياتها على العالم أجمع. وفي العاصمة الأوكرانية كييف، أعلن رئيس بلدية كييف حظر تجول مدته 35 ساعة من مساء اليوم الثلاثاء إلى صباح الخميس. ويزور رؤساء حكومات بولندا وتشيك وسلوفينيا اليوم كييف بصفتهم ممثلين عن المجلس الأوروبي للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء، حسب ما أعلنت الحكومة البولندية في بيان. وأشار بيان الحكومة البولندية إلى أن هدف الزيارة هو تأكيد الدعم المطلق من جانب الاتحاد الأوروبي بكامله لسيادة أوكرانيا واستقلالها، والهدف أيضا هو تقديم حزمة واسعة من الدعم للدولة والمجتمع الأوكرانيين. وتم تنظيم الزيارة بالاتفاق مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية
أورسولا فون دير لاين. وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق على حزمة رابعة من العقوبات ضد موسكو، وقالت الرئاسة الفرنسية إنها ستشمل إلغاء وضع الدولة الأكثر أفضلية في التجارة والذي تحظى به روسيا. وقرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على رومان إبراموفيتش وغيره من الروس الذين ترى بروكسل أنهم يدعمون الحرب في أوكرانيا. وسيضاف إبراموفيتش مالك نادي تشيلسي لكرة القدم وغيره من الشخصيات إلى القائمة الأفراد الذين قد تصادر أصولهم في الاتحاد الأوروبي ويتم حظر دخولها إلى التكتل. وفرضت اليابان عقوبات على 17 مواطنا روسيا آخرين، مما رفع العدد الإجمالي المستهدف بالعقوبات بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا إلى 61. وقالت وزارة المالية اليابانية إن اليابان فرضت عقوبات على 17 مواطنا روسيا وتم تجميد أصولهم في اليابان وتم حظر تحويل الأموال إلى هؤلاء الأشخاص. وأضاف المتحدث باسم الحكومة اليابانية أن اليابان ستتصرف بما يتماشى مع مجموعة الدول السبع الأخرى بشأن العقوبات، كما فرضت طوكيو أيضا عقوبات على البنك المركزي الروسي وسبعة بنوك خاصة من بين منظمات أخرى، بالإضافة إلى العديد من الأفراد والبنوك والمنظمات البيلاروسية، وذلك بسبب دعمها الهجوم الروسي على أوكرانيا. قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا باريشاك إن أوكرانيا ستبذل محاولة جديدة لتوصيل الإمدادات للمدنيين العالقين في مدينة ماريوبول المحاصرة، لافتة إلى أن قافلة تنقل مساعدات إنسانية ستتوجه إلى ماريوبول اليوم وستنقل نساء وأطفال في طريق عودتها. سمحت موسكو أمس الاثنين لأول قافلة من المدنيين بالخروج من ماريوبول، لكن مساعدا بارزا للرئيس قال إن روسيا أوقفت مرة أخرى قافلة مساعدات إنسانية كانت تحاول الوصول إلى المدينة. وكان فتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية لماريوبول والسماح للمدنيين بالخروج منها هو المطلب الرئيسي لكييف في عدة جولات من المحادثات، وفشلت محاولة سابقة لوقف إطلاق النار في المنطقة. أما عن اللاجئين فقد أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 3 ملايين شخص فروا من أوكرانيا منذ العملية العسكرية الروسية في 24 من فبراير الماضي. وفر نحو 1,400,000 طفل من أوكرانيا منذ العملية العسكرية، فباتت حرب أوكرانيا تحول طفلا واحدا إلى لاجئ كل ثانية، وذلك حسبما أعلنت الأمم المتحدة. كما أشارت إلى أن عدد اللاجئين من أوكرانيا وصل إلى 2,950,000 شخص، عبر نصفهم تقريبا أي نحو 1,700,000 شخص إلى بولندا، ووصل أكثر من 450,000 إلى بولندا ونحو 350,000 إلى مولدوفيا ونحو 265,000 إلى المجر وقرابة 215,000 إلى سلوفاكيا. وهنا مشاهدينا نصل معكم إلى أخبار المال والأعمال في هذه البانوراما. نتحول مباشرة إلى محمد عبد الحكم، تفضل محمد. شكرا ألا، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الوقفة الاقتصادية. أبرز ما فيها: انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر بنسبة 21.6% خلال ديسمبر الماضي. انخفضت قيمة عجز الميزان التجاري لمصر خلال شهر ديسمبر من عام 2021 بنسبة 21.5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبلغت 2.4 مليار دولار، وتراجعت من 3.8 مليار دولار. وأوضحت بيانات التجارة الخارجية لشهر ديسمبر من عام 2021 والتي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة الصادرات قد ارتفعت بنسبة 45.3%
4% وبلغت 4.3 مليار دولار خلال ديسمبر من عام 2021. يأتي هذا فيما أظهرت البيانات ارتفاع الواردات بنسبة 11.3% لتصل إلى 6.7 مليار دولار خلال ديسمبر الماضي. قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن الوزارة جاهزة لصرف حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي تنفيذا للتوجيهات الرئاسية لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، وذلك وفق المحددات التي تضعها الجهات المختصة. وأضاف الوزير خلال مؤتمر آفاق المالية العامة بالجمهورية الجديدة أن قانون المالية العامة الموحد الذي يدمج قانوني المحاسبة الحكومية وقانون الموازنة العامة للدولة بمثابة انطلاقة قوية نحو الإدارة الاحترافية للمالية العامة للدولة من خلال ما استحدثته القانون من أحكام مستجدة تعكس فلسفة الأداء المالي القائم على النظم المميكنة. قالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط إن إجمالي حجم التمويلات الإنمائية التي حصل عليها القطاع الخاص لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصل إلى نحو 6.5 مليار دولار بالتعاون مع العديد من المؤسسات الدولية. وأكدت المشاط أن تلك التمويلات عززت من قدرة البنوك المحلية والمؤسسات الأخرى على توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تضررت جراء تفشي جائحة كورونا. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها الوزيرة في فعاليات افتتاح معرض ومنتدى إكسبورت سمارت والذي يتم تنظيمه تحت رعاية وزارة التعاون الدولية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة توطين صناعة اللقاحات البيطرية في مصر والتوسع فيها في الفترة القادمة لسد احتياجات السوق والتصدير للخارج. جاء ذلك خلال افتتاح أحدث خطوط إنتاج اللقاحات البيطرية للدواجن بمعهد الأمصال واللقاحات البيطرية. في إطار الاهتمام بالبحوث التطبيقية ومتابعة ما تحقق من إنجازات في قطاع الدواجن، قام وزير الزراعة بافتتاح أحدث خطوط لإنتاج اللقاحات البيطرية للدواجن بمعهد الأمصال واللقاحات البيطرية. في إطار هذا المعهد إن هو متخصص في هذا الموضوع ومن الجهات المعتمدة في الدولة واللي لها خبرة كبيرة من خلال زملائنا الباحثين والدكاترة الموجودين في هذا المعهد لهم خبرة طويلة في هذا الأمر، إحنا بننتج حوالي 72 لقاح سواء لحيوانات المزرعة أو للدواجن. كل ده الهدف تدعيم صناعة اللقاحات في مصر وتأصيلها باعتبارها توطين هذه الصناعة، أيضا في ظل توجيهات القيادة السياسية أن احنا بنهتم بالثروة الداجنة والثروة الحيوانية، وبالتالي كان لابد أن احنا نتوسع في إنتاج اللقاحات. يسهم خطوط إنتاج اللقاحات البيطرية في توفيرها لمربي الدواجن بتكنولوجيا وصناعة محلية وأيدي مصرية. الهدف من إنشائه هو توفير اللقاحات الفيروسية ضد الأمراض الفيروسية اللي بتصيب الدواجن والثروة الداجنة اللي عندنا في مصر، ومحاولة ان احنا نغطي اكبر قدر من الانتاج بحيث ان احنا نسد او نقلل على قد ما نقدر من الاستيراد بتاع اللقاحات الفيروسية الخاصة بالطيور. بنبدأ باستلام البيض من المزرعة، بيدخل تلاجة زائد 14، بعد كده بيدخل الحضانات فترة التحضين اللازمة للفيروس، بعد كده باخد الفيروس ببدأ ان انا اعمل عليه عملية الحقن، بعد الحقن بعمل له برضو تاني فترة تحضين على اساس ان انا اكتر الفيروس بتاعي، بعد ما بتخلص فترة التحضين ببدأ ادخله على عملية التجميع، بعد التجميع بقدر اتأكد ان الهارفست بتاعي او الفيروس اللي انا حصلت عليه نظيف من قسم الكواليتي كنترول، بعد كده ببدأ ان انا ادخله انتاج او ادخله مرحلة التعبية. الخط الجديد يسهم في زيادة القدرة الانتاجية من 200 مليون جرعة الى 1.5 مليار جرعة سنوية لتقليل الفجوة الاستيرادية، كما يدعم ايضا التعاون مع الدول الافريقية كمسار مهم نظرا لاحتياجاتهم الى اللقاحات البيطرية. تسعى الحكومة جاهدة لتنمية قطاع الانتاج الزراعي من خلال توفير كافة السبل امام زيادة الانتاج الحيواني والداجني، من خلال توفير اللقاحات باسعار رمزية والمساهمة في زيادة الانتاج امام المواطنين. منذر ابو دوح، النيل. نهاية الوقفة الاقتصادية، نعود من جديد الى زميلتي آلاء حامد. اليك آلاء. شكرا محمد، واهلا بكم مشاهدينا مرة اخرى.
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الاتفاق على إحياء الاتفاق النووي الإيراني صار في المرحلة النهائية. تصريحات لافروف جاءت خلال محادثات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبدلهيان خلال زيارته لموسكو للبحث في تطورات مباحثات فيينا لإحياء الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي بعد أيام من توقفها على أثر طلب روسيا ضمانات أمريكية تتصل بالأزمة الأوكرانية. وعبر لهيان عن أمله في أن تؤدي زيارته إلى دعم روسي لاتفاق نووي جيد ومستقر وقوي، مؤكدا أن موسكو دعمت حتى الآن المحادثات في فيينا الرامية لإحياء اتفاق 2015 النووي. استشهد فلسطينيان برصاص القوات الإسرائيلية، أحدهما في مخيم بلاطة قرب نابلس والثاني في مخيم قلنديا شمالي مدينة القدس، وأصيب ستة آخرين برصاص قوات الاحتلال. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن شهيد نابلس يبلغ من العمر 16 عاما، وأطلقت عليه قوات الاحتلال العديد من الأعيرة النارية حيث أصيب في الرأس وفي الصدر والبطن واليد. وأضافت الوزارة أن شهيد قلنديا في العشرينيات من عمره أصيب برصاص حي في الرأس. ولم يصدر بيان بعد من الجيش الإسرائيلي حول الأحداث التي شهدها المخيمان. بالفعل مشاهدينا، هذه المرة ختام البانوراما والتذكير بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يوجه الحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه. وزارة الداخلية تطلق المرحلة 22 لمبادرة كلنا واحد بتخفيضات 60% بمناسبة شهر رمضان المبارك. ودفاعات روسية تعلن سيطرة قواتها على كامل أراضي مقاطعة خرسون في أوكرانيا، واستئناف المفاوضات بين البلدين اليوم. هنا مشاهدينا تنتهي بانوراما الرابع عصر من النيل الأخبار. شكرا لكم، مزيد من التفاصيل على موقعنا على الانترنت nile.eg. على رأس الساعة موجز لأهم الأنباء، ابقوا معنا.